الأشهاد. بقول لك دولة المدينة، أنا كان في حاجة اسمها دولة زمان. ودولة الخلفاء الراشدين، ما كانش في حاجة اسمها دولة أصلاً. لسه أول امبارح، الدولة دي أول امبارح. ولا أبو مصطفى. الخلافة حد يقول لي كان أنت في خلافة أصلاً. كان في أنت خلافة. اسمها السلطنة العثمانية، اللي بيقول لك سلطة الخلافة العثمانية، كان اسمه السلطان العثماني واسمها السلطنة العثمانية. بلاش تدليس، بلاش كذب وضحك على الناس، واستخدام الدين في السياسه. يبطلوا لنا الدروشه دي، حرام خربوا الديار. خربوا ديارنا، تدخل بلا يسمونا بتوع الدين خرب الدنيا. مالكش علاقه اطلاقا بالنص القراني بالسياسه. بالنص القراني والحديث. لا لازم تصدروا الباشا للسياسه، خربوه. مش عارفين هنوصل لغايه فين؟ 20 30 40 50 سنه كمان لغايه ما يتعمل الدنيا تفوق.